تمرتان الذي لا يملك قوت يومه. ولذلك لو تأملنا المشهد جيدا وجدنا بأن القرآن الكريم ذكر لنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أول صنفين القرآن ذكرهم الفقير والمسكين. لماذا؟ لأن الاثنين دول في أحوج ما يكون إلى الطعام والشراب. الفقير لا يجد قوت يومه، والمسكين، ما أنا قلت لحضرتك الفقير والمسكين وجهان العملة واحدة. الاثنين ليس عندهم استطاعة للنفقة أو ما عندهمش قوت اليوم الواحد. فلذلك أول ما أمر ربنا سبحانه وتعالى، والله لطيف بعباده ويعلم ما يصلحهم وما يضرهم، سبحانه وتعالى أول ما ذكر في الآية الكريمة قال الفقراء والمساكين. ولذلك إحنا بنخرج زكاة المال بتخرج في الأبواب الثمانية، برضو زكاة الفطر تخرج في الأبواب الثمانية، ولكن عايزين نقول برضو هنا ربنا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني أنا لما أخرج أو أخرج زكاة الفطر بتاعه وزكاة المال أخرجها لمن؟ للفقراء اللي هم في محيط العائلة. طيب الحمد لله محيط العائلة كله ميسور الحال، أشوف الحي بتاعي. طب لقيت الحي بتاعي الحمد لله متكامل متناسق، أشوف حضرتك البلد. طب البلد ما فيش فيها فقير، أبدأ أشوف مكان مجاور ليا. ليه؟ لأن هنا حضرتك لما أجي أتأمل المشهد، الإسلام بتاعنا بيدعونا إن إحنا المسلم لما يشوف أخوه المسلم كده في احتياج ويمد إيد العون له، اللهم أعطي منفقا خلفا، بارك الله له، بارك الله له في ماله، بارك الله له في تجارته. إنما لو أن هناك فقراء في محيط العائلة وأخذت مالي وتصدقت به على فقراء برا العائلة، ماذا سيكون لي؟ سيضمرون لي الحقد والحسد والدعوات التي أنال منها. يعني إذن هنا تطبيقا لقاعدة الأقربون أولى بالمعروف. نعم، وهذا ما ذكره الحق سبحانه وتعالى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يعني إذن أنا لو معايا ما زكاة الفطر بتاعتي، نعم، أبص في العائلة، أبص في العائلة الأول. طيب نيجي للعائلة، نيجي للعائلة. العائلة ديت أب وأم وأولاد وأخوات، ثم يبدأ السلسال. نعم، لما نيجي نشوف الأب والأم، هنا رأي للفقهاء قالوا لا تجوز الزكوات بصفة عامة، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال، على الأب وإن علا وعلى الإبن وإن نزل. لا تجوز الزكوات لا للأب ولا للأم ولا للجد ولا للجدة ولا للإبن ولا لابن الإبن ولا للبنت وإن نزلوا. ولذلك إحنا بنقول حضرتك إن الزكاة ده امتحان حقيقي بين العبد وربه، وهذا الامتحان من شروطه الاجتياز الامتحان ده ألا يعود عليه بنفع في الدنيا. يعني أنا لما أجي أطلع زكاتي لوالدي أو والدتي أو لبنتي، سيعود علي في ملبوس أو مشروب أو مطعوم؟ لا، كل ده زي ما الآية الكريمة ذكرت، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إيه؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لكن الفقهاء أجازوا إخراج زكاة الفطر أو زكاة المال للأخت وللخالة وللعمة وللخال وللعم، لأنهم ليسوا في كفالته ولا في رعايته ولا يلزمه نفقتهم. أما الأب والأم والأبناء فهم إن كانوا فقراء فيعير بفقرهم، وإن كان غنيا فهم أغنياء بغناه. يعني هنا لما نيجي نتأملها، ده والده مقتدر، طب أنا أديله ليه؟ ولكن هنا دور الأب يدي لأولاده من باب المساعدة، يدي الابن لوالده من باب المساعدة، والوالد كسب أبيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما آجي أدي زكوات المال أو الصدقات اللي هي زكاة الفطر أديها لولادي أو لوالدي أو لوالدتي، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا. شرع. السؤال الثاني، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لمسجد قريب يعتني بالفقراء أو إطعامهم؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر لصناديق زكوية زي زكاة الأزهر أو مثلا تحيا مصر أو غيرها من الصناديق الـ 57 لمستشفيات لكل